تمام، نحكي عن العرض وعن كيف بدأتوا، عن أهمية القدس في العرض والأسرة والمطاف المهربة وكل القضايا اللي طرحتها. أنا من حوالي سنتين قرأت أكثر من حالة في فلسطين تحديدا، مش بالقدس أبدا، على تهريب المطف، ومنهم في حالة بالقدس، في حالة بغزة، في حالة بقرى فلسطين، كيف عماله بيتم تهريب نطفة من الأسفل محكومين 30 سنة واللي نسائهم متمسكين فيهم تماما ورافضين إن الطلاق أو إنهم يتزوج شخص آخر. فتم تهريب النطفة تبعت الرجل الأسير من السجن، اللي أنا قريته إنه عبر مجموعة كبيرة وعمالها بتتهرب النطفة بحبة ملبس أو حبة شوكولاتة. وسمعت كمان وقريت إنه في أطباء اتبرعوا في زرع هاي النطفة في رحم النساء. هذه استفزتني الفكرة جدا، زائد أنا بحب قصيدة تميم بركوتي جدا، في القدس بعتبرها من أجمل ما كتب عن القدس، اللي هي بقول فيها: في القدس من في القدس إلا أنت، ويا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا، يا شيخ أعد الكتابة مرة أخرى أراك الأحد. ذهبت لسميحة خريس حكيت لها قصة النطفة وهي روائية الكبيرة. سميحة خريس هذا ثالث عمل بنشتغله مع بعض، اشتغلنا مع بعض هذا العمل، وقالب كيك مع السيد جوليت عواد، وعمل أوركسترا. فحكيت لها القصة وقلت لها بدي أمزج قضية الأسرة مع قصيدة تميم البرغوثي. كتبت نص بثمان صفحات عن الأسرة، لكن كتبت بحوارات للأسير والفقط الزوجة، لكن الكلام جميل. هلأ رجعت أنا، إحنا بالمسرح بنقول في مهمة المخرج أن يعمل دراماتورجيا للنص حتى يعده كنص عرض مسرحي. فأنا ما قدرت، وأنا اخترت، ما اخترتش قصيدة تميم كما هي، اخترت مقاطع تنسجم مع الحالة من قصيدة تميم. ممكن تلاقي مقطع في الصفحة الثالثة حطته أول مقطع. مش بس هيك، استعملناك جمل أحيانا واستعملناك غناء في أحيان أخرى، فوظفته كغناء ووظفته من جسم البنية الدرامية تبع العمل. اشتغلنا سنة الماضي هذا العرض، من السنة الماضية في عز دين الكورونا، يعني للأسف عرضنا 5 عروض 20 شخص كل يوم، لكن بثينا بشكل افتراضي وإجا 16,000 مشاهدة. لكن السنة قررت أن أعيده، لأنه موضوع القدس موضوع واللي صار كأنه أنا عملته قبل ما تصير انتفاضة الأقصى، قبل ما تصير الضربة والهجمة والقصة اللي صارت بالضفة الغربية وغزة لما ضربت وشعبنا في الضفة الغربية قام وثار على ما يحصل في الأقصى، عملته قبل. أنا برأيي دائما الفنان يستبق الأحداث ويستطيع أن يتنبأ بما يقول، لأنه قضية القدس قضية حساسة، وقضية الأقصى قضية حساسة، مش بس للفلسطينيين، للأمة العربية كاملة. وإذا لاحظتي أنا أكدت عن نضال المسيح الإسلامي، ليس فقط المسلمين من ناضلوا في القدس، الاثنين ناضلوا واثنين دفعوا ثمن. فأخذت بعد الصلاة من الصلاة المسيحية ومزجتها مع الله أكبر. ضيفي على هذا، هم يقولون أن حائط المبكى هو حائط المبكى وهو حائط البراق، وهم يقولون أنه تبعين سليمان محفورة تحت، وصايا سليمان محفورة تحت، وكل الحفريات الأثرية أثبتت هذه الضلالية اللي بيحكوا فيها الصهاينة. فأنا حطيتهم على حائط المبكى، لكن اللي كنت فكرة بالأول أجيب مروحة وأشيلهم، لكن الله أكبر شالتهم بشكل أجمل. فكان التراتيل اليهودية وهن إيش بقولوا على حائط المبكى، فكرة بمسكوا العهد القديم بقولوا كين كين كين، نعم نعم لكل ما جاء في العهد القديم. لا،
هذا حائط البراق وليس هذا الأقصى لنا، شاء من شاء وأبى من أبى. وهذه القدس ليست عاصمة إسرائيل بل هي عاصمة فلسطين، وستبقى عاصمة فلسطين وعاصمة الدولة الإسلامية كافة والدولة العربية كافة.